بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أعضاء تجمع دول البريكس، السيدات والسادة ممثلي قطاع الأعمال، السادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا. وفي الإطار ذاته، فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. السيدات والسادة، يعقد هذا المنتدى في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد. وبالتالي فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، ويعزم دول البريكس كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية. الحضور الكريم، تسير مصر بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تسجيل العقبات التي تواجه المستثمرين. ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كما تواصل مصر وهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر. ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات
تصديرية لجميع مناطق العالم في ضوء أدوية مس في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التي تجعل مصر المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التي أضحت قارة المستقبل في ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالي 65% من سكانها. السادة الحضور، ختاما فإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أصدق تمنياتنا بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا مع علاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكونا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مشاهدي التلفزيون المصري، تابعنا مع حضراتكم كلمة مسجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ألقاها أمام منتدى أعمال تجمع البريكس والمنعقد حاليا في روسيا. خلال كلمته أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره الكامل للرئيس فلاديمير بوتين على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات. في هذا الإطار أيضا شدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن دفع مسيرة التنمية المستدامة تعد مسؤولية مشتركة في المقام الأول، يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء في التنمية لا غنى عنهم في هذا الإطار. وأكد كذلك على أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة على حدة لتدشين مشروعات مشتركة تسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع وتعظم من دور التجمع كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعات التحويلية والتي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية. كما استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والتي قامت بها الدولة المصرية وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات الدولية الراهنة. شدد كذلك السيد الرئيس على أن الحكومة نفذت مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية. كما تواصل مصر جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد. كل هذا يتسق مع خطط الدولة المصرية وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لجمهورية مصر العربية. في هذا الإطار أيضا مشاهدينا الكرام، أكد السيد الرئيس على أن من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم في ضوء عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التي تجعل الدولة المصرية على المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التي أضحت
قارة المستقبل في ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى 65% من سكانها. في ختام كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تمنياته بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا، مع إيلاء الاستثمار في المواد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكونا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور وليد جبلله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء. دكتور وليد، بعد التحية، كلمة الرئيس بمناسبة تجمع البريكس والمنعقد في روسيا الآن كلمة جامعة وشاملة تضع المجتمع الدولي أمام التحديات الراهنة التي نتابعها عن كثب. ما هي أبرز الرسائل التي حملتها كلمة السيد الرئيس في هذا الإطار؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد السيد الرئيس كما عودنا يدخل في تفاصيل الأشياء، ومن خلال كلمته مصر تقدم نفسها باعتبارها وجهة مثالية ومتفردة في خصائصها التي يترتب عليها تنال مصر وربح للمستثمر الذي سيصل إلى مصر. مصر أنفقت تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية، مصر عززت من تنافسية اقتصادها وأصبحت تمتلك مقومات فريدة تساعد على الاستثمار وعلى النشاط الاقتصادي. تكتل بريكس هو تكتل مبادئ يسعى إلى خلق اقتصاد عالمي جديد متعدد الأقطاب. مؤسسات بريكس التي يتم إنشائها بصورة تدريجية، هناك بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، هناك مجلس الأعمال. الآن نحن نتحدث ونقرأ من كلمة السيد الرئيس أن حديثه موجه إلى الكيانات الاستثمارية، يستعرض في كلمته خصائص مصر والمزايا التي تقدمها مصر والفرص الاستثمارية الواعدة التي هي متاحة في مصر. الكلمة موجهة إلى قطاع الأعمال وموجهة للكيانات التي يعني دورها هو تفعيل الاتفاقات. مصر تمتلك وهي عضو في الكثير من التجمعات، وهي طرف في الكثير من الاتفاقات التي تشجع على الاستثمار والتي تفتح الأسواق للمستثمرين داخلها، كما أن مصر سوق كبير لمن يستثمر داخلها. مصر لديها قطاعات متعطشة للاستثمار استعرضها السيد الرئيس بصورة عادلة أكثر ما منها صورة ترويجية. السيد الرئيس يذكر في كلمته المزايا الحقيقية التي تقدمها مصر، وهي مزايا مهمة جدا في هذا المنتدى المهم. من هنا ومن خلال الوفد المصري الموجود حاليا في هذا المنتدى، أتصور أن هذه الكلمة بمثابة دستور يسير عليه الوفد المصري وتكون أساس للعمل المشترك والعمل هذا الوفد في مجال تواصله مع كيانات الاستثمار الموجودة في هذا المنتدى حاليا. طيب دكتور وليد، يعني كيف يمكن أن تساهم ويساهم انضمام مصر إلى هذه المجموعة في دعم التنمية المستدامة في الدولة المصرية، خاصة في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات ومن سن قوانين تسهل على المستثمر وتتيح له كافة الفرص الاستثمارية المتاحة؟ هو طبعا يعني مصر بتمد يدها شرقا وغربا، ومصر مثلما لديها علاقات اقتصادية كثيرة مع الغرب هي تمد يدها أيضا إلى الشرق. ومن خلال تكتل بريكس، تكتل بريكس بيقوم في الأساس على أن يكون هناك استثمارات بالعملات المحلية، أن يكون هناك نماذج أخرى ذات طبيعة خاصة تستغل تكنولوجيا جديدة في الجانب الآخر من العالم. مصر تمد يدها إليه، مصر هي عضو في بنك التنمية الجديد التابع لبريكس. من هنا فإننا نخاطب شريحة مختلفة، شريحة لديها
فكر خاص. مصر بيمتلكها اقتصادها المتنوع وبحكمتها، بحكمة الحكمة التي تمتلكها القيادة السياسية وبما تمتلكه مصر من مزايا نسبية في اقتصادها، تستطيع أن تقدم اقتصادها باعتباره اقتصاد مكتمل المعايير التي تجعلها جاذبة للاستثمار لكل الأعضاء المشاركين في منتدى الأعمال الذي يعقد حاليا في روسيا. طيب دكتور وليد، لو عدنا إلى الوراء قليلا، ليس في بداية يعني عندما أصاغ جيم أونيل في 2001 وهو عضو في بنك جولدن مان ساكس أفضل، عندما صاغ أن تكون هناك منظمة اقتصادية كبيرة، وحتى عندما بدأت الدول الأربع الكبرى المساهمة في هذا التنظيم، البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2006، لكن لو تحدثنا عن الهدف الذي أنشئت المنظمة من أجله، وهو أن يكون هناك نظام متعدد الأقطاب، أن يكون هناك نظام متعدد الأطراف، أن تكون هناك عملات ليست عملة واحدة في التعامل الدولي الاقتصادي، هل من الممكن الوصول بهذه النقاط المحددة سلفا عندما أنشئت المنظمة، المضي قدما بهذه النقاط المحددة والبناء عليها؟ هو طبعا تكتل بريكس هو تكتل مبادئ أكثر منه تكتل قائم على الصفة التنظيمية للمنظمات الدولية. هذا التكتل بالعقيدة التي يعتنقها الدول الأعضاء فيه قادرين على إنجاحه. الدول بريكس بينها بينها تعاون مشترك، تعاون ثنائي ما بين الدول، كما أن تكتل بريكس له خصائص متنوعة يمكن أن يؤسس عليها تكامل ما بين الدول الأعضاء. كيف يمكن البناء على ما تحقق من أجل تطبيق مبادئ بريكس؟ هذا الأمر معنية به الدول. أنا ممكن يعني أتابع إزاي أن كان هناك اتفاقية لتبادل العملات ما بين مصر والصين، هناك يعني رغبة متبادلة ما بين الكثير من دول الأعضاء ومن بينها مصر أن يكون هناك تبادل بالعملات المحلية مع الصين، مع روسيا، مع الكثير من الأعضاء. هذا المنتدى فرصة لبحث آليات التعاون بالعملات المحلية وغيرها من الآليات التي تساعد على التنمية ما بين الدول الأعضاء، ولكن هي القضية الآن في التفاصيل. أتصور أن المبادئ أصبحت محل اتفاق لكل دول التكتل. مصر من الدول التي مقتنعة تماما بمبادئ التكتل، كما أنها لديها برامج إصلاحية تجعل من اقتصادها اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات، وبما يتواءم مع مبادئ تكتل بريكس وحتى أيضا معايير الاستثمار في الدول الغربية. ومن هنا فإن المتبقي هو الحديث العملي، حديث المستثمرين، الحديث في مشروعات محددة بعينها. هذا الأمر يحتاج إلى تفاوض مباشر، يحتاج إلى تواصل مع المستثمرين بصورة مباشرة، وتصور أن هذا الأمر تقوم به مصر حاليا سواء في هذا المنتدى أو في غيره من المنتديات واللقاءات. مصر لديها ما تقدمه، مصر أصبحت تمتلك ما تقدمه للمستثمر سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى البنية التشريعية الداخلية والخارجية أو رغبة حقيقية في دعم مسار التنمية المستدامة المصري من خلال استراتيجية مصر 2030 المتطابقة مع الأهداف الأممية. إذن مصر جاهزة، ثم يأتي بعد ذلك الحديث في التفاصيل الذي بدأ واضحا من خلال كلمة السيد الرئيس أنه بمثابة توجيه للفريق المصري الموجود حاليا في القمة، بحيث يتم الحديث عن مشاريع بعينها في مناطق بعينها. أصبحنا نتحدث عن مناطق استثمارية مكتملة المرافق، أصبحنا نتحدث عن قطاعات لها حوافز تشريعية ولها فرص للنجاح والربحية. هذه القطاعات وهذه عندما تستقبل تلك الاستثمارات تساعد على زيادة معدلات النمو في مصر، تخلق فرص عمل، وفي نفس الوقت تحقق مصالح للمستثمرين الذين يدخلون باستثماراتهم إلى مصر في تلك القطاعات. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور وليد جابالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، يضاعف انضمام مصر إلى مجموعة بريكس من قدرتها في دعم تنميتها المستدامة، ويحمل انضمام مصر إلى عضوية هذه المجموعة، مجموعة البريكس، يحمل كثيرا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، وعلى رأسها
الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية وبعملات غير الدولار الأمريكي. خطوة اقتصادية هامة حققتها مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس، والتي تضم عدداً من أكبر القوى الاقتصادية حول العالم على رأسها الصين والهند والبرازيل وروسيا. تأتي أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس بسبب النمو المتوقع تحقيقه، خاصة بعدما ارتفعت نسبة مساهمة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي من 25% إلى 40%، كما سيضيف انضمام مصر للمجموعة العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث حققت مصر ناتجاً محلياً إجمالياً قدره 398 ملياراً و400 مليون دولار في عام 2023، وجاءت في المرتبة 38 عالمياً. انضمام مصر إلى تكتل بريكس سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيتم تخفيف الضغط على الدولار، ويمكن لمصر الاستفادة من السياسات التي يطبقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء بريكس، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار، ومن ثم لمزيد من الاستقرار في سعر الصرف الرسمي. وتستهدف مصر من الانضمام إلى تكتل بريكس زيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء في وستقوم هذه الدول بفتح آفاق استثمارية جديدة داخل القارة الأفريقية، حيث بلغت استثمارات دول المجموعة في مصر 891 مليون دولار في عام 2022، كما يوفر تكتل بريكس التمويل الميسر للأعضاء في المجموعة، حيث ستعمل عضوية مصر في بنك التنمية التابع للتكتل على فتح الفرص التمويلية الميسرة للعديد من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر، خاصة وأن الهدف الأساسي للبنك هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء. وترتبط مصر بعلاقات متميزة مع العديد من دول تكتل بريكس، ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس إلى 47.8 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المجموعة، الأمر الذي ينعكس على تحسين الميزان التجاري في مصر. ينضم إلينا أيضا هاتفيا مشاهدينا الكرام الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة أسوان. دكتور محمود، بعد التحية، في نقاط محددة موجزة الدوافع الاقتصادية والتجارية والتنموية وراء انضمام مصر لتجمع البريكس، هذا التجمع الاقتصادي الكبير الذي أنشئ في عام 2006 وازدادت الدول الأعضاء فيه حتى أصبح مساهما في الاقتصاد العالمي بنسبة 40%. يا
يعني يمكن النظر إلى هذه الدوافع من الجانبين، من جانب الاستفادة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد المصري بشكل عام، واستفادة الدول الأعضاء والتكتل من انضمام مصر له. بطبيعة الحال هذا أو الانضمام إلى هذا التكتل الذي له شروط محددة ومعينة، من ضمن أو إجمال هذه الشروط أن تكون الدولة المختارة للدخول إلى هذا التكتل الكبير هي دولة قاطر في منطقتها، يمكن كون أنها تنطبق على الدولة المصرية هذا إنما يؤكد مرونة وقوة الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر، سواء في محيطه الإقليمي أو حتى في محيطها العالمي. طبعا هذا الأمر سوف ينعكس وبشكل كبير على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، سواء فيما يتعلق بزيادة مطردة في حجم التبادل التجاري داخل التكتل نفسه، خاصة أنه بالنظر إلى الهيكل السلعي لدول التكتل نجد أن هذا الهيكل هو هيكل مختلف جدا عن بعضه البعض، وهذا واحد من أهم محفزات قيام التجارة ما بين الدول وبعضها البعض. أيضا بالنظر إلى محفزات الاستثمار أو حتى الفرص الاستثمارية المتاحة داخل كل دولة، هنجد أنه يعني يعول على هذا التكتل كثير من الزيادة الخاصة في معدل تبادل الاستثمار، حتى لو أخذنا في الاعتبار أن مصر وبشهادة مؤسسات دولية كثيرة هي الدولة الأكثر استقرارا في الوضع الاستثماري ووضع المناخ الجاذب للاستثمار، يمكن ده بشهادة مؤخرا اليونيكتاد وهو واحد من أهم مؤسسات الخاصة بعملية تدفق الاستثمار على المستوى. هذا من الجانب المصري. من جانب استفادة التكتل نفسه من انضمام الدولة المصرية، الدولة المصرية دولة محورية في محيطها، خاصة طبعا مع تدشين منطقة التجارة الحرة القارية ونفاذ هذه الدول أو التكتل نحو الأسواق الأفريقية مع هذه المنظمة منطقة التجارة الحرة القارية اللي بتعد يمكن أكبر منطقة في تلك منظمة التجارة الدولية. الممر الآمن والشرعي لنفاذ نحو هذه الأسواق هي الدولة المصرية. أيضا الوضع الجيد فيما يتعلق بالوضع الاستثماري وتدفق الاستثمار في صورته المباشرة، سواء على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي، سواء على المستوى المالي أو النقدي، البنية التحتية، البنية التشريعية المناسبة والمؤهلة إلى حد كبير داخل الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي بدأت تظهر على السطح مع التداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة، وتحديدا القطاع كثيف استخدام التكنولوجي. طب لو تسمح لي يا دكتور محمود، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمات يأكد على أن التجمع بيحرص دائما على تنمية العلاقات وتنمية الاقتصادات ما بين الدول داخل التكتل الاقتصادي، وأيضا يعني هذا التكتل عندما أنشئ في 2006 كان الهدف منه تعزيز الموارد الاقتصادية ما بين الدول الأعضاء، تقليل التعامل بعملة واحدة وهي الدولار الأمريكي، أيضا تخفيف الضغط من قوة الاقتصاد وأن يكون في يعني أحادي القطبية. الآن أصبح الوضع مختلف، أصبح هذا التكتل يساهم بنسبة تزيد عن 40% من الاقتصاد العالمي، وبنسبة شباب داخل التكتل الاقتصادي في دوله الأعضاء تفوق ما نسبته 31%. كيف يمكن البناء على كل ما تقدم من يعني صياغة للقوانين ويعني إبرام اتفاقيات ما بين هذا التكتل؟ وهل من الممكن أن يكون هذا التكتل على منوال التكتل الأوروبي في الاتحاد الأوروبي أو الأسيان أو ما شابه ذلك من التكتلات الاقتصادية الكبيرة؟ خليني بس أشير لحضرتك واتساقا مع المقدمة اللي حضرتك تفضلت بيها، انه قياس كفاءة اي تجمع اقتصادي او تكتل اقتصادي يقاس بمدى التطور في المراحل. التكتل الاقتصادي يمر بستة مراحل اساسية، تبدأ من منطقة التجارة التفضيلية مرورا بمنطقة التجارة الحرة، ثم السوق المشتركة، ثم الاتحاد الجمركي، وانتهاءا بما يطلق عليه الاتحاد الاقتصادي وهو وجود عملة واحدة داخل دول التكتل على غرار الاتحاد الأوروبي. لو وضعنا تكتل البريكس على هذه التوليفة أو هذه المعايير،
ندرك دون ما أي عناء أنه هناك تقدم ملحوظ يحرزه هذا التكتل، في التقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرى، خاصة وزي ما حضرتك ذكرت أنه هذا التكتل يمكن بيمثل ما يقارب من 40% من إجمالي الناتج العالمي، أيضا فيما يتعلق بعدد السكان وتحديدا القوة البشرية وقوة الشباب. أيضا ما يحرزه أو ما يحتفظ به هذا التكتل سواء في تشكيله القديم أو تشكيله الحالي من موارد الطاقة على المستوى العالمي، والنسبة هي النسبة الأكبر فيما يتعلق بالطاقة بمعناها مطلق، وبالتالي ما يتميز به هذا التكتل يمكن يفوق تكتلات كثيرة أخرى. هذا التكتل مؤهل إلى حد كبير بالوصول إلى أقصى مراحل التكامل، وهي وجود عملة موحدة خاصة بالتكتل الاقتصادي يمكن تنافس الدولار، ويمكن هذا الأمر حتى على المستوى الجيوسياسي والتغيرات التي تحدث على المستوى العالمي، وكون أنه لا يستطيع أحد أن يتكهن ما هل سيظل الدولار هو العملة المعتمدة دوليا أم سيشاركها عملة أخرى، أم العالم سوف يتحول إلى عالم متعدد القطبية أو ثنائي القطبية. كل هذه السيناريوهات وهذه الخيارات متاحة وفقا للتغيرات الجيوسياسية التي يمكن أن تحدث في العالم بأسره، وبالتالي نحن أمام عالم يعاد فيه تشكيلة الخريطة الاقتصادية، أمام عالم يعاد فيه أيضا تشكيل الخريطة السياسية تبعا لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية. وجود تكتل قوي مثل تكتل البريكس به مجموعة من الدول هي دول محورية في مناطقها وفي محيطها الإقليمي ذات وضع اقتصادي، ويتطور هذا التكتل من مرحلة إلى مرحلة أخرى في المراحل الستة المعروفة للتكامل الاقتصادي، نعم. طبعا ده واحد من أهم العوامل التي يمكن أن تجعل اقتصاديات الدول الداخلة في هذا التكتل تستطيع أن تتعامل مع التداعيات الاقتصادية والصدمات. دكتور محمود، هل العالم أصبح الآن خرج من فكرة أحادية القطبية وثنائية القطبية وأصبح يتعامل بأن هناك تكتلات اقتصادية حقيقية وبالفعل هي واقع وواقع ملموس العالم يعيشه من خلاله؟ إذا عدنا للوراء إلى يعني الثلاث شروط اللي حضرتك ذكرتهم مباشرة، وهو حداثة الموضوع ورغم حداثة هذا التكتل وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظراء من التكتلات الاقتصادية كما سبق وقلنا الاتحاد الأوروبي والأسيان، فالبريكس أصبح اليوم هو بالفعل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم. كيف يمكن البناء على كل ذلك، وكيف يمكن تأثير ويعني ترك أثر كبير على تغير خريطة العالم الاقتصادية؟ يعني أنا في تخيلي أن العالم لن يعود مجددا أو لن يعود مرة أخرى إلى فكرة أحادية القطبية كما كان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وتتويج الولايات المتحدة قطبا أوحدا على مستوى العالم، وهو إما أن يتحول إلى عالم متعدد القطبية أو إلى عالم ثنائي القطبية، خصوصا زي ما حضرتك تفضلت مع وجود تكتلات اقتصادية كبيرة وقوية، ومش بس حتى في المنطقة الأوروبية ولكن حتى داخل القارة الإفريقية. صحيح القارة الإفريقية غنية بمجموعة من التكتلات. نعم، على كل الأحوال شكرا ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد جامعة أسوان، شكرا جزيلا لحضرتك. في عالم تسيطر فيه الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاد العالم وتهيمن ويهيمن الدولار على مقدراته، يأتي تكتل البريكس ليضيف بعدا اقتصاديا هاما تعول عليه الكثير من دول العالم على ضبط كفة ميزان الاقتصاد العالمي، وتعول عليه أيضا مصر في فتح آفاق جديدة تساعدها في تنفيذ خطط التنمية والتقدم التي تسعى لها قيادتها الحكيمة. سنوات أو ربما عقود تلك التي يحتاجها عالمنا للوصول به إلى عالم متوازن في علاقاته الاقتصادية. من هنا جاءت أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كقوة اقتصادية وسياسية. وبرغم حداثة عهد تكتل بريكس وقلة عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، مما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.
يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية أنه غير تقليدي، فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي بل تنتشر في 4 قارات هي آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولاً نامية وناشئة تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيسي الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل، خاصة وأن الوزن النسبي للصين وروسيا إضافة إلى بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات ودول أمريكا اللاتينية والبرازيل تؤكد قوة التكتل. تتوقف قدرة التكتل على تنفيذ أهدافه على اتخاذ قرارات من شأنها تغيير بعض المفاهيم والمعادلات والعلاقات في الاقتصاد الدولي. من أهم تلك القرارات اتخاذ اتجاه مرتبط بتقليل الاعتماد على الدولار ليصبح الاعتماد على العملات المحلية، والاتجاه إلى أن تصبح هناك عملة خاصة بدول البريكس. ذلك ضرورة عدم الاعتماد على صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال تفعيل وتقوية مؤسسات أخرى بديلة. وفي ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها وتنفذها القيادة المصرية الرشيدة، يأتي انضمام مصر إلى تكتل البريكس ليضيف أبعاداً هامة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، كجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل الميسر من خلال بنك التنمية التابع لتكتل البريكس وتطوير قطاع الصناعة وزيادة التبادل التجاري. وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعلن عدداً من المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس، على رأسها زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر من دول المجموعة إلى نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023. كما ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والفنون. دكتور ماجد، بعد التحية، في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها وتنفذها القيادة المصرية الرشيدة، يأتي انضمام مصر إلى تكتل البريكس ليضيف أبعادا هامة تؤثر وبشكل كبير على الاقتصاد المصري ومن القلب الثقافة والفنون في الدولة المصرية والتي لها تاريخ وباع طويل في الدولة المصرية. ما هي ملامح تلك الأبعاد دكتور ماجد؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. فعلا انضمام مصر إلى تكتل البريكس هو مهم جدا، خاصة في ظل عالم التكتلات. دول البريكس تمثل ما يقرب من 3 مليار نسمة من سكان العالم، دول البريكس تمثل ما يقرب من 26% من حجم اقتصاد التجارة العالمية، وبالتالي هي موضوع مهمة جدا. أيضا شفنا في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إيه هذا التحالف وهذا الانضمام بيعود بمردود إيجابي على اقتصاديات الدول الأعضاء، أيضا زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي ما بين أيضا إلى الاستفادة من المزايا لكل دولة من دول مجموعة البريكس.
لأن كل دولة لديها ميزة نسبية يمكن أن تفيد باقي الدول الأعضاء. أيضا تسهيل التجارة البينية ما بين الدول الأعضاء والتخفيف من حدة القيود في التبادل التجاري، بالإضافة أيضا إلى أن مجموعة البي طريقها لإنشاء عملة موحدة لتخفيض حدة هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي. طيب دكتور ماجد، لو تحدثنا عن الثقافة والفنون أو الاقتصاد الثقافي، هناك اقتصاديات أخرى، الاقتصاد الأخضر واقتصادات متنوعة، هناك أيضا بعد واستثمار آخر وهو الاقتصاد الثقافي، والمقصود به أن هذه الدول الأعضاء في هذا التكتل الاقتصادي الكبير بها الكثير من الاستثمارات الثقافية وبها أيضا العديد من التبادل الثقافي يمكن البناء عليه والتقارب بين الدول وبين الشعوب بما ينعكس على يعني نمو وتنمية اقتصادات هذه الدول جنبا إلى جنب. كيف يمكن تنفيذ ذلك بسهولة وبيسر؟ بالفعل كما تفضلت أستاذ مصطفى، هذا التكتل يؤدي إلى مزيد ليس فقط من التقارب الاقتصادي والتبادل التجاري، وإنما أيضا يؤدي إلى مزيد من التبادل الثقافي وأيضا اكتساب الخبرات المتراكمة والمتقدمة في مجالات مثل مجالات التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي لدى مجموعات من هذه الدول. بالإضافة أيضا إلى أن ثقافات الشعوب تختلف، وبالتالي تقارب هذه الدول أيضا يؤدي إلى إبراز حضارات الشعوب وأيضا إبراز ثقافات وفنون الشعوب، ومصر بلد رائدة في الثقافة والفن ولها حضارة كبيرة جدا، وبالتالي الانضمام له عدة مزايا ليست فقط كما ذكرنا في البداية اقتصادية وتجارية، وتنعكس بالإيجاب على معدلات النمو ومعدلات تحسن مستويات المعيشة لدى شعوب هذه المجموعة، وإنما أيضا ينعكس في تبادل الثقافات وأيضا الفكر والحضارات فيما بين دول أعضاء تتمتع بمكانة ليست فقط مكانة اقتصادية وإنما أيضا مكانة من حيث الفنون وأيضا الحضارة. طب دكتور ماجد، بعد آخر وهو ما تتميز به كل دولة من دول أعضاء هذا التكتل، لو أخذنا على سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا هي تزود العالم بالمواد الخام، روسيا بالطاقة وبالغاز الطبيعي، الهند بتكنولوجيا المعلومات المتطورة، جنوب أفريقيا بموقع استراتيجي هام يطل على المحيطين الأطلنطي والهندي، كل هذه الدول من الممكن أن يكون هناك تبادل بصورة أعمق سواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي؟ طبعا بدون شك أن كل دولة من دول الأعضاء في هذا التكتل لديها مزايا نسبية، إما من حيث موارد طبيعية وإما من حيث أيادي بشرية وعمالة ماهرة وإما من حيث أيضا تكنولوجيا متقدمة أو علوم فيها تقدم كبير، وبالتالي وجود هذا التكتل من مجموعة دول يفيد كل دول الأعضاء بتبادل هذه المزايا النسبية التي تحظى بها كل دولة. كما تفضلت وذكرت سيادتك أن روسيا لديها مزايا نسبية والهند لديها مزايا نسبية والصين لديها مزايا نسبية ومصر أيضا لديها مزايا نسبية، وبالتالي تبادل المنافع وتبادل المزايا النسبية والاستفادة منها ما بين أعضاء هذه المجموعة يؤدي إلى تعظيم المنفعة وزيادة القيمة المضافة التي يمكن أن تتمتع بها الدول، بالإضافة أيضا إلى خلق فرص عمل في هذه الدول، بالإضافة أيضا إلى زيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية ما بين هذه الدول، مما يعود بالنفع الإيجابي على اقتصاديات هذه الدول وزيادة معدلات النمو وتحسن مستوى معيشة المواطنين. طب دكتور ماجد، بعد آخر وهو القوة البشرية الهائلة لهذا التجمع، من المعلوم أو الواضح أن هذا التكتل يساهم في النسبة السكانية على مستوى العالم ب 45% من إجمالي سكان الكوكب الذي يتخطى 7 مليارات، هل لهذه القوة البشرية الهائلة تأثير قوي ومباشر على يعني أن يكون هناك اقتصاد حر واقتصاد متنوع واقتصاد لم يقم على أحادية القطب أو ثنائية القطب؟ طبعا لا شك أن توازن القوى مهم جدا في هذا العالم، وأيضا القوى الواحدة أو احتكار قوى لاقتصاديات دول العالم بشكل كبير يؤثر على اقتصاديات هذه الدول بالسلب، وأيضا توازن القوى بمعنى وجود أكثر من قوى متوازنة ومتعادلة تؤدي إلى التخفيف
أيضا من حدة التأثير بعملة واحدة على اقتصاديات العالم واستخدام هذه العملة للضغط والتأثير الاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك. وبالتالي وجود هذه التوازنات مهم جدا أيضا لأنها من دول تتمتع بثقل، ثقل سياسي، ثقل اقتصادي، تكتل عدد كبير من عدد الكرة الأرضية. نعم. وبالتالي كما تفضلت سيادتك وذكرت ما يزيد عن 3 مليون نسمة من عدد يزيد عن 7 مليون نسمة إجمالي سكان العالم، وبالتالي تؤثر هذه القوى بشكل كبير. إذا أحسن الاستفادة من مزايا هذا التكتل وتم أيضا التعاون فيما بين بشكل يعود بالنفع على كل الدول الأعضاء، وأيضا كما ذكرت في البداية الاستفادة مما لدى كل دولة من مزايا نسبية يمكن أن تفيد بها دول المجموعة وتستفيد أيضا من المزايا النسبية لدى باقي الدول الأعضاء. نعم دكتور ماجد، كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا العرض. دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والفنون، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم بالمشاهدة والتحليل وقراءة الرسائل ما بين السطور. كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسجلة أمام منتدى أعمال تجمع البريكس، كلمة استعرضت تطلعات مصر من انضمامها لدول التكتل الاقتصادي وهذا التكتل الكبير وآمال الدولة المصرية المعلقة بانعقاد المنتدى في هذا العام في ظل ما يشهده العالم من تحديات كبيرة وتعقيد بالغ الدقة. المزيد مشاهدينا الكرام حول ما حملته كلمة فخامة الرئيس من رسائل لتجمع البريكس نتابعها معكم مجددا، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أعضاء تجمع دول البريكس، السيدات والسادة ممثلي قطاع الأعمال، السادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس على جميع المستويات، حيث سمت الاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا. وفي الإطار ذاته فإننا نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. السيدات والسادة، يعقد هذا المنتدى في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد. وبالتالي فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع ويعزم دول البريكس كتكتل اقتصادي بارز في زيادة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية. الحضور الكريم، تسير مصر بخطى واثقة
على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تسجيل العقبات التي تواجه المستثمرين. ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كما تواصل مصر وجودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد، مما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر. ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة، سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم، في ضوء عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التي تجعل مصر المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التي أضحت قارة المستقبل، في ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالي 65% من سكانها. السادة الحضور، ختاما فإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أصدق تمنياتنا بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا، مع إلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكونا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.